أنا موظف في إحدى المدن بعيد عن والدي، وأنتظر كل عطلة على أحر من الجمر لكي أعود إلى مسقط رأسي وأزور أبواي، وأبواي يعني كبيرين في السن، لكنني أكره اليوم الذي أزور فيه أبواي، لأنهما مع كبر سنهما مفترقين، وحينما آتيهم في العطلة أشاهد ما يقع بينهما من خصام وصراخ ورفع للصوت وسب وشتم، ليس هنالك مراعاة لأدنى أدنى أساليب أخلاقية تربوية في الرد على بعضهم البعض، فأصاب بالحرج، فبدأت أكره العطلة وأفضل اختلاق الأعذار في العطل لكي أتخذها ذريعة لرفض زيارة والدي لما أرى وأسمع منهما من هذه المسائل. واش نكذب ونختلق الأعذار؟ أني ما نقدرش نزور الوالدين ديالي لأنهم كبار والعياذ بالله سيء الأخلق مع بعضهم البعض، يعني اللي كما تقول هو طلاق موقوف التنفيذ، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه مجموعة من الشباب من الجنسين يعملون في أماكن بعيدة عن مسقط الرأس حيث يوجد الأبوان، وغالبية هؤلاء كما تعرفون ينتظرون على حر من الجمر وعلى شوق أن تأتي العطلة، لأن العطلة هي المناسبة التي يسافرون فيها لكي يملوا أعينهم ويكحلوا أعينهم بالنظر إلى أبويهم، يفوتوا معهم عطلة، هذا هو المسألة الطبيعية. لكن كاين بعض الآباء نسأل الله العفو والعافية علاقاتهم متوترة، لا يحترمون بعضهم البعض، فإذا جاء هؤلاء الأولاد في العطلة يحارون مع من يوقفوا، الوالد يسب الوالدة، الوالدة تسب الوالد، يشكيوا دارت لي، يتشاجروا، طلع الأصوات طاح من السماء، والوليدات مساكين يحيروا ما يسبوا ما يديروا، إلا هضروا مع البين يقولوا له راك تجي مع، يقول لهم راكم تجيو مع أمكم، وإلا بقاو ينصحوا المين تقول لهم راكم تجيو مع باكم، راكم مسخوطين، ما عرفوا ما يديروا، فهم بين نارين، ما يدخلوش ما يقدروش يصبروا على ذيك الحياة، ادخلوا يقولوا راك تميل مع هذا ومع هذا، إذن ما غاديش نمشي والسلام، نتخذها ذريعة أننا إن شاء الله ما نمشيوش وصافي، راني مريض، راني عيان، أراني كذا، سمحوا لي ما غاديش نجي، لأن لغي مشيت ونمشي باش نشوف ذيك الحالة ونعيش ذاك التوتر النفسي، ما كلاش ما كلاش، لا إله إلا الله محمد رسول الله. هو كيقولوا لي دير لنا شي كلمة لهؤلاء الآباء، رسالتي لهؤلاء الآباء، يعني الوالد والوالدة هما كبار في السن ومتزوجين وما قدروش يتفاهموا مع بعضهم بعض، إلا كان غير بينه وبينها وما تفاهموش ما كاين مشكل، لكن منين يجيو عندهم الوليدات في العطلة يدسوا ذيك المشاكل بيناتهم حتى ينعم الأولاد بالتمتع بتلك الأيام مع الأبوين. إذا صبروا شوية حتى يمشيوا الوليدات، أو إلا لو كنتم أصلحتوا الحالة بيناتكم زعما راكم كبار ما بقى لكم غير القبر، ولكن من شب على شيء شاب عليه. إذا صبروا شوية، لا تتحولوا إلى مجرد أطفال كبار في السن لا عقول لهم، صلوا الله العفو والعافية، صبروا، أولادكم راهم يجيوا عندكم ويجيبوا وليداتهم ما يبغوش يشوفكم على ذيك الحالة،
فهم يحزنون ويتألمون. فهذه رسالتي للآباء، إلا كانوا يسمعوا، إلا كانوا يسمعوا، حتى لك عندكم شي مشكل كيجي أولادكم والأحفاد نتاعكم، حاولوا ما أمكن أن تكتموا ذلك وتصبروا عليه. أما الأبناء فنقول لهم إن شاء الله تبارك وتعالى، لا تتذرعوا إن شاء الله بذراء وتقولوا ما نجيوش رحنا أمراض. هذو الوالدين ديالكم كيف ما كان الحال، صاحبوهم في الدنيا معروفة، تمشيوا إن شاء الله تبارك وتعالى وتزوروهم وتوعظوهم وتنصحوهم، لأن إلا ما مشيتوش عندهم أنتم ما تخليهم ثاني بوحدهم. احنا ما اختاريناش الوالدين ديالنا، لأن سيد ربي كيقول وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي. هذو الآباء ديالكم متخاصمين مع بعضهم بعض، حاولوا أن تبحثوا عن موضوع الخصام واسمه هو، دخلوا في هذا الموضوع. ولا ما قدرتوش، إلا كاين شي ناس اللي يستحيوا منهم كبار تستطيعون إدخالهم في هذا الأمر، فإن إصلاح ذات البين هي من الأعمال الثقيلة في الميزان، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، فكيف إذا كان فساد البين بين الزوج وزوجته، وكيف إذا كان الزوج والزوجة كبيرين طاعنين في السن، وكيف إذا كان يعيشان لوحدهما في بيت واحد. لا حول ولا قوة، ما عندك مادي. كيقول واحد المثال، كي ندير لك يا جربت فمي، إلا حكيتك سال دمي، وإلا خليتك طال همي. ما عندك مادي الوالدين ديالكم. فجزاكم الله خير وأحسن الله إليكم.